حسن بن مباريس هو جاك يقصد من النار هاوز العريس ياتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه فانظر لنفسه لا تسقي نوما فتلقي خارج الملكوت بل اسهر واصرخ قائلا قدوس 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 انت يا الله من اجل واسع تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وادي مصباح بزيت الباقه لانك لا تعلمين متى ياتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد اقبل فانظري نفسي تنعسي لا تقفي خارج قارع مثل خمس عذار الجاهلات بل اسهري متضرعه لكي تتقي المسيح رب دون دسم ونعم عليك برس مجد الله حقيقي امين انت يا يسوع خلصنا يا واتي الى العذراء الحصن المنيع غير المنسلم ابطلي مشروط المعاندين وحزن عبيدك ردي الى فرح وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتشفع عن سلام العالم لك انت يا رجائنا يا واتي الى كينين كيعين كيستوسيون استونيون امين ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان كل كنز الصالحات ومعطي حياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل الدنيا سيد الصالح خلص نفوسنا سابت ريك ايو كيعيون نغماتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص واعطيتهم السلام هلم ايضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كينين كيعين كيستوسيون استونيون امين اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء فيا ولدت الى انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه لما اسمع الله ارحمنا امين كري الي صون 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 قدوس 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 رب السماوات والسماء والارض المرتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الرب الي القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الاجدع علينا فرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكك وترتك ومشيتك في السماء كذلك أرض لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد شوي سنين أن تسبح الصلاة الخدمة الثانية ونصف المقدمة المسيح ملكنا نرجو ومرحمه أن يغفر لنا خطايا مزامير 30 لأبينا داود النبي بركات علينا أمين زوكسا سيو سيو سيمو قدوس 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 فصل مشارة الانجيل لمعلمنا ماري لؤى البشير بركات علينا امين ثم ساله احد الفريسيين ان ياكل معه فلما دخل بيت الفريسي اتكى واذا امراه كانت خاطئه في المدينه فلما علمت انه متكي في بيت الفريسي اخذت قاروره طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكيه وبدات تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر راسها وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما راى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المراه التي لمسته وما حالها انها خاطئه فاجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي كلمه اقولها لك فقال قل يا معلم قال كان لدان مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50 ولم يكن لهم ما يوفيان فسامحهما كليهما فمن منهما يحبه اكثر اجاب سمعان وقال اظن الذي سامحه بالاكثر فقال له بالثواب حكم
ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي؟ أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها لم تقبل فمي. أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي. أما هذه فقد دانت بطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن مالك خلصك فاذهبي بسلام. والمجد لله دائما نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. أعطني يا رب أنا بيد مكسرة كما أعطيت منذ القديم مرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بلقدميك لا تعتقطاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لي عمر نقي بالتوبة لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك. سابت ليك أيك أجيب نظماتي. إذا تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة وأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رادة فأعرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. إنما على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الإنقضاء وخلصني. آمين. السماوات تطوى بكيت ممتلئة نعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد الجير المدرك. يا ولدة الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نبوءنا. أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز صالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسة وصلح وخلص نفوسنا. باتريك أيوك أجيب نظماتي. كما كنت مع تلاميذك أهل المخلص على طعام السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجنا. أنيك أيك سوسيون أستونيون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا ولدي لا أنت في السماء افتح لنا باب الرحمة. أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريا ليسون 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 كريا كريا ليسون 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 يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والارض والتين نجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الرب الاله قوتكم معنا لانه ليس لنا معين في شريتنا وضيقتنا السواك حلو اغفر اس وحدنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعنا بارادتنا والتي صنعنا بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. تبعنا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملك قدرتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا فلنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا الشر للمسيح يسوع. شوي الصلاه لنا بشوي الصلاه صلاه الخدمه السلسه لقدم المسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل داود النبي والملك بركاته على جميع الامين. لتخفيه القدس لقصاص يوسف وفصل من انجيل معلمنا لوقا البشير بركته على جميع امين. لتخفيه القدس صغيرا فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى فانزل في السماوات لا يفنحس ولا يبنو منه سرق ولا يفسد وسوس
لأن واحد سيكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكون حقائكم منطقة ومصابحكم مقادة وأنتم أيضا تشبهون إناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم أنه تمنطق واتكأهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا علمه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السيد يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجدعه يفعل هكذا حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبهم عديم الإيمان والمجد لله دائما أبدا ولكم قول الرب بالسلامة وشهد أمكم خيست وسلم بك وتلاوس وسلم من المعيس وجاك يكسد من نيلان بعين المتحنن يا رب انظر إلى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص ولهذا أسأل بعين رحيم يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجني بما أن الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينون لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا أشفق علي أيها المخلص فإنك أنت هو محب البشر وحده إنك وإن كيستوسي ونستني ونمعاني يا باب الحياة العقل يا والدة الإله المكرمة خبص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا إنك وإن كيستوسي ونستني ونمعاني أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصلاة وموت الحياة لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنا سعي صلاة خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إنك أعين كيستوسي ونستوني ونن آمين اسمه وقفنا في هيكلك المقدس وصبك الكيان في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحنا باب الرحمة مسمان رحمنا مين كريا ليسون 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 كريا الأخ بتاع الكشافة الواقف على الباب الناس اللي تخش في الطرقة الوسطانية سيدات بس وبنات الأخ بتاع الكشافة الواقف على الباب ورا الناس اللي هتخش ورا سيدنا بعد في الطرقة الوسطانية سيدات وبنات فقط لو سمحت الشباب يتفضلوا ناحية الرجالة الناس اللي تقف في الطرقة الوسطانية شباب وشابات بنات وسيدات فقط الو تيست مايك الو تيست مايك